محطوط ب 600 جنيه 160 في 2 ونص 600 ما شاء الله. عايزه اقول لكم مقاسها تحفه وب 600 جنيه الله. بصوا والحرير التركي اللهم بارك تحفه تحفه. بصوا ما شاء الله. بص يا ست كل حاجه ما شاء الله عليها، كل قطعه احلى من الثانيه والوان كلها جميله ما شاء الله منها جميع مقاساتها. يعني في المقاسات الصغيره وفي المقاسات الكبيره. تمام يا ست الكل. بصوا الالوان حاجه ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يحسن سوقهم يا رب ويهني كل عروسه. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه وفي احسن حال. احنا موجودين النهارده في سنتر العدوي للسجاد. احنا موجودين فين؟ احنا في حدائق المعادي، بتنزلي محطه مترو حدائق المعادي. اول ما بتخرجي بتخرجي اتجاه شارع 9 وبتمشي تخلي سور المترو على شمالك وتمشي بعد كده على طول كم متر كده وبتلاقي سجاد العدوي موجود ما شاء الله. هوريك الواجهه بتاعته من بره برده هسيبها لك. عايزه اقول لكم المكان سهل جدا ما يتوهش. جايب لنا النهارده شويه شغل جامد جدا. اسعارنا مميزه جدا النهارده، عندنا عروض جامده جدا زي ما احنا شايفين كده، شغل جامد قوي قوي. كل المكان شغل جديد تشكيل جديد. عندنا شحن للقاهره الكبرى والمحافظات. يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس ويعمل لايك عشان يوصله كل الاشعارات بالفيديوهات الجديده. النهارده القطيفه التركي ده النهارده هو قنبله الموسم يا جماعه، ده ما شاء الله قنبله الموسم النهارده. تمام. ده سعر المتر عرض ال 60 بتاعه. أيوه. في اي مكان سعره 255 265. تمام. عرض ال 80 بتاعه ب 345. فاحنا قلنا ايه؟ هنبيع النهارده باذن الله بنص الثمن. اللي هو بقى ايه؟ عرض ال 60 هنبيع ب 150 جنيه بس. تمام. عرض ال 80 هنبيع ب 175. تمام تحفه. عايزه اقول لكم قيمته عاليه جدا. 200 جنيه. كم؟ عرض المتر هنبيع ب 200 جنيه. والله العظيم؟ اه والله العظيم. ما شاء الله عايزه اقول لكم مساحتها حلوه. ما شاء الله اللهم بارك يعني وشياكه جدا. بصوا. ما شاء الله ما شاء الله. يعني دي عايزه شقه عروسه حلوه قوي. يا فندم بقى الخامه ما شاء الله. وريهم الخامه ما شاء الله باينه مش اللي هي الخفيف. تحفه يا اسلام بجد وشكلها في منتهى الشياكه. ونزل منها بقى المفاجاه بتاعتها بقى اللي انا لسه منزلها معاكي. الجنزاره حضرتك في الجريل. بصوا بقى ما شاء الله تحفه. دي برده رسمه ايكيا بالوان جميله. على فكره المفاجاه كمان الزيت الملكي ده تبعها والله العظيم. ده تبع ده من ضمن الاسعار اللي احنا قلناها. الله الله جميله. انا عايزه اقول لكم السجاد الزيتي ده احنا بنلاقيش زيتي كتير على فكره. كانت في واحده قالت لي انا الانتري عندي اخضر وما لقيتش سجاد زيتي في اللي عرضتيه. احنا عندنا اهو بالمقاسات. ودلوقتي هنشوف الشغل هتلاقي برضو الوان جديده وموجوده. عندنا ايه؟ عندنا جميع اي مقاس عايزاه في الزيت الملكي وفرناه الحمد والشكر لله من اول المشايات والدواسات لحد اكبر مقاس اللي هو ال 3 في 4. تمام ما شاء الله. تمام. ربنا يحسن سوقهم يا رب. اسلام اللهم امين. بص النهارده بقى نازلين لك للقطيفه التركي اللي بسم الله الرحمن الرحيم. الجديد يا جماعه ده الجديد ده احدث حاجه حضرتك نازله. امسكي بقى الخامه دي. ده منتج. بصي بصوا الشغل ما شاء الله ما شاء الله تحفه حاجه ما شاء الله عليها. بصي يا سلام انا ما برجعش وراك لان ما شاء الله شغلك معروف. ده حضرتك اللي هو ايه؟ تركي اصلي. ايوه ده اللي هو السدره. السدره ايوه انت قلت لنا عليه قبل كده فعلا. تمام تمام. ده اللي هو قلنا هنجيبه باذن الله. جديد نزل ونزل النهارده بخامه متينه جدا وخامه عاليه جدا وجوده ممتازه وسعر والحمد لله ربنا وفقنا وجبنا اقل سعر في مصر. الحمد لله الحمد لله دايما يا رب. بصوا بقى الاشكال هنبيعهم سعر عرض القطعه الواحده. تمام. عرض القطعه الواحده بدل سعرها 1150 ايوه هنبيعها النهارده ب 625 جنيه. والله يعني السجاده دي دلوقتي انت شايف انت عارف ان احنا شفنا تقريبا الدواسه بتاعتها المشايه اللي بالمتر بتاعتها. يا فندم الله تحفه حلوه قوي. يعني دي 600 كام؟ 25 160 مقاسها في 2 متر ونص. الله. سعرها بدل 1150 هنبيعها ب 625 بس. تمام ما شاء الله تحفه حلوه قوي. عشان خاطر متابعين حضرتك ايوه اتفضل هنبيعها ب 600 جنيه بس. تسلم يا اسلام ربنا يكرمك. اتفرج على التشكيله بتاعتها. بس قولي لي ايه رايك في الخامه والجوده؟ لا والله تحفه والله تحفه ممتازه تحفة جدا ما شاء الله جامده باينه حاجه ما شاء الله عليها. ما شاء الله. في معاك الموف الوان بقى. في معاك الكشمير في الجري. ما شاء الله. كل الرسومات نازله بجميع الوانها. بص بقى العرض الخرافه ده جميله. دي حاجه ثانيه. ها دي حضرتك السلطانه.
سجاد اللي هو السلطانه. ايوه تمام. دي حضرتك نزع عليها عرض بدل 1500 جنيه هنبيعها ب 750 جنيه. 750 تمام. اللي يعجبه حاجه يعمل سكرين شوت. احنا عندنا شحن الارقام موجوده طول ما الفيديو شغال اسفل الشاشه للتواصل مع سنتر العدوي على طول. عندنا شحن محافظات كربت العدوي. كربت العدوي عندنا شحن حضرتك لجميع المحافظات ولجميع اي مكان انت عايزاه. وعندنا كمان شحن سريع يعني حضرتك لو في عميل طلب اوردر ومش مستعجل شويه شركه الشحن ممكن تاخد يوم يومين. مستعجل ممكن في الحال عندي سيستم اللي انا موجوده عندنا السيارات توصل لك الاوردر بتاعك في خلال ساعه او خلال الطريق. تمام حلو قوي قوي قوي. تسلم. عندنا الدفع كمان في زوكاش. تمام. يعني كل اللي العميل عايزه باذن الله اللي هنقدر نوفره له هنوفره له. مكان محترم. انت جايه مكان محترم بتشتري حاجه انت واثقه فيها لان المكان نفسه ليه سمعته بصراحه ما شاء الله. اتفضل. المفاجات اللي عندنا اتفضل. بنقول ب 600 جنيه 160 في 2.5 600 ما شاء الله. عايزه اقول لكم مقاسها تحفه وب 600 جنيه. الله بصوا الحرير التركي اللهم بارك. تحفه بصوا ما شاء الله. بص يا ست كل حاجه ما شاء الله عليها. كل قطعه احلى من الثانيه والوان كلها جميله ما شاء الله. منها جميع الله. مقاساتها يعني في المقاسات الصغيره في المقاسات الكبيره. تمام. ودي يا ست الكل بصوا الالوان. بصي حاجه ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يحسن سوقهم يا رب ويهني كل عروسه ويقوي كل اب وام على جهاز ولادهم. على فكره انا نزلت في القطيفه التركي يعني عمدا المره دي مستغمقا يعني مختار الالوان غامقه بسبب المره اللي فاتت ما كنا منزلين العرض على الحرير التركي كان كله فاتح واتسالت على الغوامق فاحنا لازم نعمل تغيير مع كل عرض لازم نعمل تغيير. تمام. بص دي اللي ب 750 750 تمام. دي حضرتك انتاج النساجون الشرقيون تمام تمام. ده ابو 600 جنيه ده سدره تمام 600 جنيه. بصوا اي واحده من دول في بقى كل واحده شفناها ب 600 وشحني خرافه. وصلنا عرض ال 500 يا جماعه. عرض ال 500 ده بقى اللي احنا ايه بنعمله خمس عروض يعني خمس خمسات ان شاء الله ان شاء الله. هنتفرج على عرض ال 500 كده باذن الله. بصوا شايفين بقى بص البني في الجنزاري حضرتك ده حرير تركي حاجه ما شاء الله عليها فخمه جدا برضو ما شاء الله حاجه جميله وليها زبونها متردد عليها جدا وليها الفرامل بتاعتها برضو هنا من الجنب تحفه. احنا شغلنا كله براند تحفه والله. اسلام. البدايه عندنا اللي هو العروض نازله حضرتك بالفرامل بتاعتها ده شغل البراند ما شاء الله. تمام. بص البيتي الجميل بتاعها في معاك الموف في البيتي ورق الشجر حضرتك الله تحفه دي كل اشكالها وقلبها. نعمه قوي دي جميله في معاكي الجري المودر في بصي الله حلوه دي برضو كل ده 500 جنيه جميله 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 500 جنيه 500 تغزي الاثنين ب 1000 حلو قوي. طبعا لو حابين ناخد واحده ناخد ولا يهمك. تسلم تسلم ولا يهمك. دي ده بقى عرض ال 600 600 الاولاني 500 يا جماعه خليكم بقى ايه مركزين معانا تمام عشان العروض دي اخر كميه نازله في الوقت الحالي. بسم الله ما شاء الله كل اللي نازل يا ست كل الاسعار الشغل ما شاء الله رفعه بطريقه غريبه جدا. ايوه هو في ناس فعلا اسعارها زادت خلاص. في حاجات وصلت ل 25% وحاجات 35% ده حقيقي. في ناس زودوا الاسعار خلاص وفي ناس عندهم شغل موجود قالوا مش هنزود غير لما الشغل اللي عندنا يخلص. كمان يعني عملوا لسه قرار جديد نازل حضرتك اسمه قرار منع اغراق اللي هو النهائي. حضرتك ده بيدفع علينا غير الجمارك على كل متر 2 دولار. فاهمه في الاستيراد التركي. تمام. يعني الشغل التركي الحمد والشكر لله ناجح جدا وشغال معانا ممتاز جدا. فيا جماعه كل يوم والله اللي بيبيع سجاده تركي بيقول انا خسران فاحنا بنقول هنبيع وهندمر الدنيا واحنا كسبانين باذن الله ان شاء الله الحمد لله. في بقى حضرتك تعالي كده بص بقى نرجع نكمل العرض ال 500 ده جلاكيت تاني مره. تمام. ده ايه ده عرض ال 500 خمس خمسات عندنا خمس عروض ب 500 جنيه خمس عروض ب 500 شفنا منهم عرض اللي هو سعر السجادة 500 وهوريكي دلوقتي عرض ما تتخيلوش ايه هو العرض ثلاثة ب 500 نفس المقاس السعودي الله حلو قوي متر في مترين متر في مترين ما شاء الله. عايزة اقول لكم تحفة سعر قطعة
تمام. برضو في منهم اشكال على فكرة. ايوة اهو ده شكل كده، بتاخديهم نفس المقاس واشكال حلوة بتاعت الفالنتاين دي جميلة. بصوا ايوة تمام تمام. مع حضرتك كمان رسمة الفوائد. اه جميلة دي على فكرة، لو عندك مطبخ دي حلوة برضو قوي قوي في المطبخ ما شاء الله. زي ما حضرتك عايزة. تمام. في عندي كمان رسمة كده ما شاء الله. كل ده دي تفاحه كده عندي العدوي بس. تحفه حلوه قوي. زيتون كمان يا باشا جميله قوي دي. الله بصوا زيتون والازازه هناك بقى. لا 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 مش هقدر اقول حاجه ما شاء الله جميله قوي. و3 ب 500 رسمه مكه. اه يا فندم 3 ب 500 نفس المقاس ما شاء الله تحفه. عند قربة العدوي بس يا باشا. ايوه بصوا يا جماعه احنا في قربة العدوي اهو عشان نبقى واضحين كده مع بعض. اهو قربة العدوي المترو في ظهري، وانت بتبقي جايه كده من ناحيه المترو، المترو على ايدك الشمال وقربة العدوي على ايدك اليمين. تمام يا اسلام. هنشوف ايه تاني عندنا النهارده؟ عرض الدواسات الشاجي والقطيفه بجميع اشكاله والوانه. بص حضرتك الخامه. اه بص الخامه كل حاجه ليها سعرها في دول صح؟ لا كل دول النهارده منزلهم لك عرض. ايه هو؟ ايه بدل القطع 95 جنيه هنبيع ب 50 جنيه. والله العظيم اي قطعه في دول ب 50؟ اي قطعه ب 50 جنيه. في مقاسات مختلفه؟ لا كلهم مقاس واحد والله. اه تمام. اي قطعه في دول كده ب 50؟ اختلاف الوان واشكال زي ما انت عايزه. اه اه تمام. عايزه ساده موجود، عايزه مش عايزه شاك موجود. اه عايزه الخامه دي برده موجود. جميله اه. وموفر لكم يا جماعه الكميه اللي غيرنا عليها. الحقونا قبل نفاز الكميه ما شاء الله تحفه. زي ما حضرتك عايزه. بص النوبيات والكلام الجميل ده. تمام. اه وحليات موفات بيجات ما شاء الله. تمام. وادي العرض الجبار ده اللي هنبيع. هنبيع الثلاثه بسعر واحده. ثلاثه بسعر واحده 300 جنيه عند قربه العدوي. ثلاثه ب100. ثلاثة بمية. تحطيها في بلكونة، تحطيها في طرقة صغيرة عندك. ثلاثة. عايزة أقول لكم تحفة. اه بصوا وفي سادة كمان. اه بصوا في منها ثلاث سطور كده هنا. بصي أشكالها وألوانها أهو. بصي حضرتك جميلة. الله حلوة اللي عليها رجل قطة دي. دي جميلة أشكال حاجة ما شاء تمام. الله عليها. الثلاثة بمية جنيه يا جماعة. الأشكال والألوان كتيرة جدا. أوه. زي ما حضراتكم عايزين. اللهم بارك. حلوين قوي وسعرهم ممتاز جدا. الثلاث قطع ب 100 جنيه. تمام. اه عندنا عرض اللي هو الحرير والقطيفه التركي. بص حضرتك ده اللي هو الحرير التركي. تمام. ماشي ايدك كده على الخامه ما شاء الله. بص الخامه تحفه حاجه ما شاء الله عليها. اللهم بارك. بص حضرتك كل اشكالها والوانها. تمام. 50 جنيه السجاده دي معانا في عرض ال 50 دواسه. تمام. ايوه يا ست الكل. تمام. معانا العرض الجبار ده الاربعه ب 100 جنيه. الاربعه ب 100. الله انت تحطيها في اي حته بقى بمية. على باب الشقه، على باب دواسه للتويليت لما تخرجي. لا بجد تحفه. حضرتك المقاس اه ودي حلوه قوي جميله ما شاء الله عليها. اه ما شاء الله. الاربعه ب 100 جنيه بصوا ما شاء الله جميله. اه حاجه اشكال والوان زي ما حضرتك عايزه. هي كمان فيها دي اسمها ايه بلاني ودي ولا اسمها ايه؟ لا اللي هو الدبل فيس دي والشير. بصي ده اللون اللي هو البيش بنزاري. وادي الوش الثاني. لا شكل حتى السجاد يا جماعه عندنا مميز في كل حاجه. سجاده اهو بوشين. اللي خلانا نعمل دواسه بوشين هنعمل السجاد بوشين برضه. اه يا فندم احنا أيوة. عندنا السجاد اللي بنولع فيه ما بيجرالوش حاجه. ايوه صح. صح ولا غلط؟ ايوه ده تمام. وفرنا لحضرتك. في عندنا عملاء كتير كانوا بيسالوا على رسمه التشريفه. اه تمام؟ وفرناها لكم يا جماعه. في عملاء كتير كانوا بيسالوا. أيوة عن النجيل. وفرناها لكم برضك. امسكي الخامه ده التقيل الاصلي ده اللي هو المستورد حضرتك مش اللي هو الصيني. أيوة ده أيوة. التركي. تمام تمام ما شاء الله. وفرنا لك عرض اللي هو السجاد الشاجي جددناه تاني ونزلنا عليه خصم مكسر الدنيا. ايه بقى السجاده بربع مقاسها متر ونص في 2 متر. تمام حلو قوي. سعرها في اي مكان ب 1100 جنيه. اه نزلنا عليها عرض عند قربة العدوي بقت ب 800 جنيه. والله بجد وعليها الثانيه هديه. ايه ده فاجئتني والله يا اسلام. واحده منها ونشوف الخامه ما شاء الله. تمام. بص حضرتك امسكي كده الخامه بتاعتها. هي باينه هي باينه ما شاء الله ما شاء الله. الله انتوا مش متخيلين الكثافه بتاعتها. بصوا يا جماعه ده شاجي اصلي مش اللي هو جداً. الملزوق والصيني والكلام اللي مال الدنيا. ده خامه حاجه ما شاء الله عليها. بصي معاكي كمان الالوان بقى المالتي كلر بتاعها. المستارده تحفه فيها. في الاوفايت والمستارده وفي الجنزاري جميله والجنزاري موف الجري الغامق. ايوه الكحلي
ما شاء الله الوانها كلها خطيره حلوه جدا. يا جماعه هتاخدي الكتاتين اقل من سعر قطعه. تمام. والحقونا يا جماعه قبل نفاذ الكميه، الحقونا قبل نفاذ الكميه. واهم حاجه احذروا التقليد، ده منظر المعرض بتاعنا، في احترسوا من ناس كتير حوالينا مختلسين الاسم والله. تمام. خربت العدوي، خربت العدوي، عشان انا باكد على الاسم هنا، المكان اسمه خربت العدوي. الناس ايه علامه بسيطه تعرفونا بيها، احنا قدام المعرض عندنا زي المنظر ده. بصوا بصوا اهو في الجنينه اللي هناك دي كده، ده قدام المعرض على طول. تمام. دي العلامه المميزه يا جماعه، ده سور المترو. تمام. احنا عنواننا في الرئيسي، اول ما هتنزلي من محطه الحدايق على هنا طول هنا المترو على طول، حدايق المعادي حضرتك، عنواننا ما يتوهش خطوتين بالظبط، هتلاقي قبلهم كنفاني عايزه اقول لكم تحفه. ايوه. ولا هتركبي توك توك ولا اي حاجه، انت هتنزلي من المحطه هتتمشي 100 متر هتلاقي كربة العدوي. تمام. النهارده كمان عاملين لكم مفاجاه اللي هو براند بديل السجاد، اللي هو السجاد الصيفي. تحفه بجد، كملوا معايا الفيديو النهارده، الشغل جامد جدا. النهارده عاملين لكم مفاجاه من عيار التيل، صوري بس ايه الجزء الصغير ده واحنا هنوريهم ده عينا كده للحلويات اللي موجوده. ده الديكور اللي احنا حاطينهم من بره. تمام. ووفرنا كمان لحضرتك جميع دواسات باب الشقه من اول البراند التركي. في مع حضرتك دي خامه تركي. وفي زيها على برج هناك الويلكم دي، اشكال والوان منها كتير. في دي يا جماعه اللي هي الخامه الهندي. بصي حضرتك لمها في ايده كده. ايوه. وفي مع حضرتك عندي منها المقاس الكبير. عندي منها المصري. تمام. كل خاماتها موجوده باذن الله. وفرنا لحضرتك جميع حمام الحمام. أيوة. الجديده الثري دي والاتش دي. بص كده حضرتك، بص الجمال، بص حضرتك اشكال كلها جميله ما شاء الله عليها، مفيش منافس. حتى دوازات الحمام بقت الاشكال التركي كمان. تحفه جدا. تمام. بعد اذنك يا اسلام بقى، النجمه دي انا عايزه اشوفها. بصوا بصوا بجد حاجه في منتهى الروعه والشياكه، تحفه جدا. وكمان بص بقى الجديد كمان نسيناه. الشاجي برضك. الله الله، مساحتها ومقاسها تحفه، جامده جدا. كثافه محترمه. حاجه ما شاء الله عليها يا جماعه، عند كربه العدوي بس. بص بقى المفاجاه بتاع كربه العدوي، عملنا منه الجولات كمان. كمبيوتر. يا جماعه هيكسر الدنيا. بصوا ما شاء الله في الارض كده على طول يا باشا، احنا عندنا المدينه بتاعتنا. بصوا ما شاء الله شكلهم تحفه، حلوه جدا اللي في ايده دي، تحفه. ما شاء الله. تمام. تمام. ايوه. دي حضرتك النهارده ده العرض الجبار. دي مقاسها متر ونص. دي مقاسها متر في متر حضرتي. نازله هنبيع الثلاثه بسعر واحده. يعني سعر القطع منهم ب 100 جنيه. تمام. ضربه العدوي الثلاثه ب 100. الثلاثه ب 100. الثلاثه ب 100. ما شاء الله تحفه. اشكال والوان يا جماعه. دي خيار. دي كمان من ضمنهم. اشكال والوان زي ما انت عايزه، كل ده منهم حضرتي. الله الله. عند كربه العدوي بس. احنا قلنا الايه؟ ب 35 جنيه. 35 ما شاء الله. 35 جنيه، عرض الثلاثه ب 100. تمام. ثلاثة يا ست الكل. اللهم بارك، الشغل تحفه، ربنا يحسن فيهم يا رب. ما شاء الله عليها، لا تقارن ولا توصل، جامده جدا. تمام. نخش بقى على ايه؟ على المفاجاه. ايوه، على الشغل اللي احنا مستنيينه اللي جوه. يلا بقى ندخل نعرف الشغل كمان اللي احنا بنحبه ده بالاسعار بتاعته. لسه الشغل اهو على وش حضرتك الكريم، اهو لسه نازل. ما شاء الله. هنوريكم يا جماعه النهارده المفاجاه بتاع السجاد التركي التقيل. القطيفة العالي جدا يا جماعة، مش الحرير. الحرير يا جماعة على فكرة هو شغله خفيف. ليه زبون معين عارفه، في زبون بيستخف ويقول لك ده خفيف. صيفي بيتقال عليه صيفي كمان. هو بيقول لك لا السجادة دي خفيفة. أنا عايز خامة عالية. تمام. نزلناها حضرتك في القطيفة واخدة كمان فتلة حرير. ما شاء الله. والسعر يا جماعة خارج المنافسة. احنا قلنا بنتحدى العالم كله. وهنوريكم يا جماعة الجديد. احدث الاشكال واجمل الالوان والجديد كله، غوامق وفواتح، الطقمه كامله، اي سجاده تعجبك، في منها جميع المقاسات، في منها المشايات، زي ما انتوا عايزين
ودقيقة واحدة وهنفرجكم على تشكيلة يا جماعة لا تقارن مع أي حد. ويا جماعة احترسوا من تشابه الأسماء. معرضنا هنا اسمه كربة العدوي. كربة العدوي احنا على شارع 9 على الرئيسي. تمام. حضرتك أول ما تيجي هتلاقي قدامك براند كربة العدوي. ملناش دعوة بأي أسامي تاني واخدة اسم العدوي. ده مش تبعنا يا جماعة. دول سارقين مننا الاسم. تمام؟ تمام. نشوف الجديد. والحقونا قبل نفاذ الكمية. والعرض يا جماعة مدته أسبوع. أيوة. العرض احنا بنعتمد مع الزباين ان كل أسبوع عندنا عرض. تمام. والفيسبوك عندكم بتنزل عروض على طول. يجي يلحقنا قبل نفاذ الكمية. وعلى الفيسبوك يا اسلام انتوا بتنزلوا العروض على طول على الفيسبوك. يعني اي حد يا جماعة بيتفرج على الفيديو ده وعايز يتابعنا احنا عندنا الجروب بتاعنا على الفيسبوك اسمه جروب كربة العدوي. عشان انا لو اتأخرت في التصوير على الصفحة عندهم هينزلوا اي فيديو صوروه او اي عروض. تمام. عندنا كمان عروض يومية على الجروب حضرتك. تمام. عندنا عروض اسبوعية وعندنا عروض على القطع الواحدة. تمام. تمام. في حاجات أرج بتبقى عالية جدا. بيجي اخر قطعه اخر قطعتين انا ما ينفعش اجي اصورهم مع حضرتك عشان الكميه. أوه. انا ما بعرفش اصور حاجه عشان قليله عشان خاطر العميل اللي يجي يلاقيها نفذت يزعل. فالحاجات دي انا بنزلها على الجروب. تمام. اسلام احنا عندنا اجازات. احنا اجازتنا في العيد بس. في العيد. لكن الفرع لكن احنا عموما شغالين على طول من كام لكام باذن الله. من الساعه 12 الظهر حضرتك. ايوه. لحد الساعه 12 بالليل. من 12 ل 12 ان شاء الله يا ست. تمام ماشي. اصل انت سهير بتحب تسهر ففي ناس هنا بتشتغل يا ست كل عشان خاطر حضرتك. تسلم. احنا في الخدمه يا جماعه 24 ساعه في الخدمه والله. تسلم. 24 ساعه تحت امركم. تسلم. ربنا يكرمك. اوعوا تنسوا اختلاف الاسامي. اكدوا على الحته دي وحطوا تحتها ميه عدوي. ايوه. احنا قدام المترو على طول. لا تركب توك توك ولا اي حاجه. انا هسيب لكم اللوكيشن من المحطه هتمشي 100 متر هتلاقي كربة العدوي. بصوا انا هسيب لكم اللوكيشن للي جاي بالعربيه ولو جاي بالمترو هتنزلي حدائق المعادي وهتنزلي اتجاه شارع 9 تخلي سور المترو على شمالك وتكملي هتلاقي كربة العدوي جنبك على ايدك اليمين. واللي يعجبه اي حاجه يا جماعه الارقام معاكم على الشاشه طول ما الفيديو شغال. معاكم. ولو اتاخرنا في الرد عذرا بيكون ضغط شغل. تمام. استنى احنا ما اتفرجناش على الحته الجامده دي. الجبار. اه. الجديد شديد. تمام باذن الله. ما شاء الله دي. ده مقاس 160 في 2 متر ونص. 160 في 2 متر ونص. متر ونص. تمام. ده هو السجاد الصيفي البراند الاصلي. اه. التركي يا جماعه مش التقليد. ايوه. التركي الزبون ليه نظره هيمسك الخامه هيبص هيفهم وهيعرف. تمام. النهارده بنبيع السجاده دي بدل 980 هنبيعها بكام يا ست الكل؟ بكام؟ هنبيعها بكام؟ كام؟ 450 جنيه بس. 450. اللهم بارك. تحفه. لا استنى اما نمسك. 450 جنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله على الجمال. ما شاء الله عليك. مقاسها تحفه عايزه اقول لكم واللي هي محببه والبراند مكتوبه اهو. الله. وعلى فكره يا ست الكل دي بتتغسل في الغساله. اه بجد حط في الغساله يعني ما تشيليش هم بقى ولا تاخدي وتشيلي وتودي ابدا. تحفه حلوه قوي. ما شاء الله. بوكس التحفه. اه. وفي شبهها في شبهها مشيات. اه 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 موجود يا فندم. في شبهها احنا شفنا وصورناها على فكره ما شاء الله تحفه. بص بقى الجري الجميل في الشياكه. الله يا اسلام. الجري في الجولد تحفه والاوف وايت ما شاء الله عليها. دي شبه سبايدر مان كده. حلو قوي. تمام. بصي كمان بقى الكشمير. كشمير التحفه ده يا جماعه. الله. احنا قلنا بكام الحاجات الحلويات دي؟ ب 450 جنيه السجاده عندي. ما شاء الله. العدوي. تمام. الله يبارك لك. 450 جنيه يا جماعه. بصوا الحقونا قبل نفاذ الكميه. الكميات محدوده بسبب غلاء الاسعار. البضاعه كلها رفعت عند الناس كلها وعند كربه العدوي بيقول لا احنا هنبيع وهنراضي الجميع ب 450 جنيه السجاده. 450 كل الشغل اللي احنا شايفينه قدامنا ده. اللهم بارك. ايه ده؟ لست الحبايب. اه. ست الحبايب والاطفال وعايزه الغامق. ملك الغامق. ادي الغامق التحفه. احنا تعبين اسلام معانا فاتح عايزين تركي فاتح عايزين غامق للاطفال يعني بصوا اسلام مش سايب لنا مخرج. احنا عايشين ليه وقاعدين ليه؟ عشان خاطر العملاء الكرام. ما شاء الله تحفه. تسلم. تسلم. جايب لك بقى بجد شياكه تحفه وخامه عاليه جدا على فكره. ما شاء الله عليها. ما شاء الله. بقى كمان الجري بقى الجري يا جماعه انتوا هتفتحوا كله يا باشا احنا تحت امرك. حرام يعني كتير. تسلم يا اسلام. احنا هنوريكم تشكيله صغيره من الشغل اللي عندنا. الله يكرمك. بص الشغل
الله. بصي جري وجماله. حاجه يا ستي كل ما شاء الله عليها. هو جري شياكه، بس عايزين نلفت نظر الناس لحاجه، اللي هي عامله زي السجاده بالظبط، او هي سجاده، هي سجاده السجاد السيف. ايوه سيفي. ده براند، ده مش الحفظات والكلام ليها ده، ليها الفرنشة بتاعتها. لا الحفظه حاجه تانية. لا لا حضرتك اللي هو البراند بتاع السجاد السيف. لا ما شاء الله اللهم بارك تحفه دي، تحطيها في الارض ثابته يعني، هي طريه وثابته. جميله صح، اهو الرمادي والكافيه جنب بعض بجد في منتهى الشياكه ما شاء الله عليها. الله يسلمك. الجمال هنا، الله بصوا اختيار الالوان مع بعضها فظيع، والاذواق جامده. عندنا منها بقى جميع المقاسات، عندي منها المقاس الكبير كمان. يعني حضراتكم لو عايزين المقاس الكبير موجود، اللي هو الاثنين في ثلاثة. تمام. بصي الاثنين في ثلاثة، ده المقاس الكبير، حاجه ما شاء الله عليها بتاع الشغل اللي احنا بنتفرج عليه. ده المقاس الكبير، عندي منه تشكيله والوان زي ما حضرتك عايزه. تمام. سعرها دي في اي مكان النهارده عامله 1100 جنيه. تمام. سعرها كام؟ 1100. عندي العدوي النهارده هنبيعها ب 650 جنيه بس. انت عامل فرق ايه؟ 500 جنيه؟ جنيه. لا فرق 400 جنيه ولا كام؟ مش عارفه. الفرق كده حضرتك بدل 1100 هنبيع ب 650، يبقى الفرق معانا 450 جنيه. يعني هتاخد الصغيره، هتاخد الصغيره عليها هديه بسعر الكبيره. والله فعلا. العرض ده يا جماعه عند كاربت العدوي بس. العرض ده عند كاربت العدوي بس. هتاخد السجاده الكبيره وعليها الصغيره هديه، والاثنين بكام؟ الاثنين هيكونوا بكام؟ 450 و650 يبقوا كام؟ 1100. اللي هو سعر الكبيره. تمام. الكلام ده عند كاربت العدوي بس. تمام؟ تمام. هنوريكم بقى يا جماعه شويه شغل لسه نازلين مكسرين الدنيا ما شاء الله. اكتر من كده يا جماعه هندي سعر في الايراني. اتفضل بقى، انا مستنيه من بدري. هندي سعر في الايراني. ايوه. تمام؟ عادي عرض 60 وعرض 80 وعرض متر. 80 ومتر. الطقم كامل وموجود سجاده ومشاياته. تمام. العرض ده يا جماعه لمده اسبوع. العرض ده لمده اسبوع. تمام. تمام؟ هنبيع عرض ال 60 ب 200 جنيه. عرض ال 60 اللي فوق ده كله كده ب 200 جنيه. عرض ال 80 ب 250. تمام. عرض المتر ب 300 جنيه. عند كاربت العدوي بس يا جماعه. الاسعار دي مش هتلاقوها بره على فكره. عندي منهم 35 شكل ولون. ما شاء الله. تمام. يعني مش شكل ولا اثنين ولا ثلاثه. جميع الموديلات، شرقي موجود، كلاسيك موجود، مودرن موجود، الديزاين اللي هو الايراني والامريكان ستايل موجود، الشغل اللي هو شغل الورق الباردي موجود، شغل الخرايط موجود، الشغل بتاع ايكيا موجود، احدث الرسومات يا جماعه موفرينها لكم. واحنا زي ما قلنا لكم عندنا شهري المعرض لازم يتغير وتيجي البضاعه الجديده بفرش جديد. القديم يا جماعه بيروح الفرع اللي في وجه قبلي. تمام. تمام. نجي لك بقى حضرتك بالعرض الجبار اللي قلنا عليه، القطيفه التركي التقيل. تمام. تمام. انا مستنياها من بدري، انت عمال تقول لي عليها من بدري وانا مستنياها. هي جايه. بصوا هي ملفوفه ازاي، يعني احنا بنفتحها. الحمد والشكر. لا اهم حاجه عندنا اللي احنا الاتقان في العمل. بصوا ملفوفه لفتها ده. الشغل حضرتك يجي لك. بص السجاده جايه حواجه. ايوه حواجه بالبرنيطه بتاعته، لابسه اتنين برنيطه. تمام. ده لامور. بس السجاده لامور علشان نبقى ايه متفقين بالفرامل بتاعته الجانبيه. ده اللي هو ايه؟ لامور، اللي هو التركي حضرتك. ده سجاد تركي اصلي استخدام دون كسر. ده اللي هو اللامور. تمام. ده انتاجنا روزا كاربت. تمام. ايه اللي هو سجاد دون كسر تركي اصلي؟ ايه هو يا جماعه؟ اللي هو ده. شايفين يا جماعه ده؟ واتحط في الغساله. انت شايفين ده؟ أنا لا شفت. يا فندم دي سجاده ما تغسلش في الغساله. طب ايه؟ بس في سجاد كتير حضرتك نازل الجوده بتاعته، اول ما بتيجي تغسلي السجاده ولا تيجي تتنيها السجاده بتطق تشيت معاكي. السجاده صعبه في الاستخدام، السجاده جديده حصل. احنا حضرتك بنجيب لك خامه. انا بجيب لك خامه. شفتوا يا جماعه السجاده عملناها ازاي؟ بص بقى ونازله اتش دي. تمام. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. بص يا ست الكل على الجمال وعلى الحلاوه. دي تقيله. لا 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 بص على الجمال وعلى الحلاوه. الله جامده جدا. تحفه. عند كاربت العدوي. الشغل ده بس. لا مش في الغساله خالص. الشغل ده يا جماعه عند كاربت العدوي.
شايفه اللون الفاتح؟ ايوه بصي بتدي طيب لونين، خدت بالي. طب ايه رايكم كده يا جماعه؟ جامده جدا. طب ايه رايكم في اللون ده؟ بص حلو قوي. امسكي الخامه. انا مسكتها. بص الخامه اللي هي التقيله مش الخفيفه. لا والظهر سجاد بس عشان نبقى متفقين. والفرامل لا الفرامل الجانبيه حلوه. اهم حاجه يا جماعه ايه الجوده؟ ايه الجوده؟ بص والتصميم بتاعها جديد، عايزه اقول لك حلو قوي. بقى انا هوريكي لسه التصميمات. تمام. ده احنا لسه بنبدا رقم واحد، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. السجاده دي سعرها يا ست الكل في اي مكان ب 1500 جنيه. تمام. معروف القطيفه التركي ال 160 في 2.5 ب 1500 جنيه. النهارده عند كربت العدوي ب 750 جنيه بس. 750؟ 750. شايفين الشياكه لا والجوده، تعالوا شوفوا الجوده بنفسكم بجد. اللهم بارك. 750 جنيه عند العدوي. مقاسها قد ايه؟ 160 في 2 متر ونص. 160 في 2 متر ونص. تمام. كشمير التحفه الرسمه الثانيه. الله على الرقه تحفه حضرتك. حاجه جميله جدا. بصي الله بقى اللون اللي حضرتك بتحبيه اهو. بصوا جميله قوي قوي قوي. دي يا جماعه ما شاء الله. رسمه ما شاء الله. الرساله فلاور. اسمها ايه؟ رساله فلاور. رساله فلاور. الرساله فيها ورده يعني اخلاص بقى ومحبه ورومانسي. اسلام رومانسي يا جماعه. تمام يا باشا. تمام. وادي الفاتح اهو ما شاء الله. دي جميله عايزه اقول له. ايوه فعلا. طب والله ادت لون تاني. ايوه تمام. يا فندم دي جوده. ادت يا ست الكل. اي عميل يجي المعرض عندي هنا اي سجاده ما ادتش معاك لونين ما تاخدهاش. دي علامه الجوده على فكره. والله فعلا هو قايل لي من المره اللي فاتت ما شاء الله يعني. جايبين البنيات والكافيهات اللي مكسره الدنيا. بصوا الكافيه والبني مالين بيوتنا لكن لما يبقوا على ديزاين جديد لا يتحب بصراحه. حاجه ما شاء الله عليها، حاجه مريحه للعين، لونها تحفه وشياكه بجد. اتفضل. الصلاه على النبي ب 750 تحفه. بالصلاه على النبي يا جماعه عليه الصلاه والسلام. لا جمال يا ست الكل ما شاء الله. 750 جنيه السجاده دي جامده جدا. قطيفه تركي عند كربت العدوي. واي حد هيجي من القناه عندي مدام شيماء ايوه هيكون عليها دواسه هديه. تسلم. اي حد هيجي من قناه شيماء الجوهر يا جماعه اي سجاده عليها دواسه هديه. مش السجاده دي بس كمان اي سجاده. تسلم يا اسلام بجد شكرا. بص حضرتك هي تحفه القطعه دي تحفه. حاجه ما شاء الله. والكافيه اللي قبلها تحفه. والزيتي بقى اللي كانت بتقول لي عندي انتري اخضر او زيتي. لا احنا عندنا اهو كل الالوان اللي تليق على الانتريهات. كل الالوان يا جماعه وفرناها لكم النهارده. دي رساله الورده اللي اسلام قال عليها. بس لون تاني حلو قوي. شايفه الغامق. وادي الاضاءه الفاتحه. زهره معاكي في الكاميرا. والله جامده. ايوه زهره ما شاء الله. بس انا عايزه اقول لكم على حاجه عشان زهره في الكاميرا دي. انتوا تعالوا الشغل مختلف خالص خالص على الحقيقه بجد. انت بتشوفي في الصوره اللي قدامك حاجه وبتيجي الشغل احلى من ما تصور كمان. بصي تحفه. 750 جنيه السجاده يا جماعه. مقاسها متر و60 في 2 متر ونص. كل عرايسنا وعرسانا بقى يلموا علينا كده يضموا على بعض وكل واحد يجمع طلباته ويجي عند كربت العدوي عشان هيلاقي تشكيل جامد جدا. اتفضل. بصي بقى كمان نزلت لك منها كمان المقاس الكبير. مقاس اكبر من ده؟ وجايب منها كمان المشايات بتاعتها. ما شاء الله. وعليها خصومات وعروض يا ست الكل. ملهاش مقارنه ولا منافسه. تمام. كربت العدوي بيعلن الحرب وبيقول بنتحدى العالم كله. بص الجمال والشياكه. ما شاء الله. 750 جنيه القطيفه التركي. اللهم بارك. القطيفه التركي. نبص بقى على المقاس الكبير. اتفضل. لحبايبنا اللي بيعشقوا المقاس الكبير ده كام في كام؟ المقاسات الكبيره الاثنين في ثلاثه حضرتك. اثنين في ثلاثه. اثنين في ثلاثه. ما شاء الله. بص يا ست كل الجمال. بسم الله ما شاء الله. بص الجمال والحلاوه. بسم الله ما شاء الله. حاجه طفع. الله اكبر. ما شاء الله عليها. حلوه جدا. افرق كده يا مازن. افرق. بصوا شايفين التفاصيل بتاعتها. ده الكشمير الرايق. جامده جدا. مريحه قوي. بصي بقى البني الفخامه. البني يا ربي يا ربي على الشياكه. الفخامه. ده الشبابيك يا ست الكل والخلفيه دي اسمها رسمه الخلفيه. تمام. حلوه قوي. حاجه ما شاء الله عليها. يعني بجد انا مش عارفه اقول ايه. الجمال عدى الكلام. لا توصف. بصي ده كده الاضاءه الفاتحه. بص الخامه. ايوه باينه والله. بص ما شاء كده. الله. بصوا يا جماعه حتى بيبقى. الديزاين جاي فيها عالي وجاي هنا زي حفر كده بس مش خفيف. حاجه فيه حلو خامات اللي هي الحرير يعني. معاكي ده قطيفه. أيوة. معاكي ده حرير. حنتين في بعض. والخامه والجوده والمتانه
حاجه جميله جدا. لا محترمه سجاده جداً. سجاده على فكره حلوه قوي يا جماعه. عند كربه العدو بس السجاده دي في اي مكان الاثنين في ثلاثة معروف سعره كام؟ 2500 جنيه. واحنا معودينكم على العرض بنص الثمن. ايوه هنبيع بنص الثمن يعني بكام النهارده؟ ب 1250 جنيه. تمام ما شاء الله. عليها دواسه هديه وبرده عليها دواسه هديه. تمام ما شاء الله. بصي بقى الكشمير في بيج التحفه ده. بصي ده الروعه. الكشمير ليه زهوته وليه شياكته. حضرتك انت شايفاه كده فاتحه خالص جدا بس نازل في شياكة. الكشمير اختلاف اللون بتاعه السري دي قوي جدا. هي على فكره مديه لونين، هنا لون وهنا لون. انا هوريها لك الخامه اللون الكشمير. اما جينا في اجتماع الخامه الحظ الجوده بتاعته 4 دي من 3 دي اعلى. بص كده انت شايفه اللون ايه فاتح مع حضرتك خالص. بص كده اعكس يا نازل. احنا تعبناك يا اسلام. ولا يهم حضرتك. والله تعبناك تسلم. ولا يهم حضرتك ربنا يقويك. بص كده بقى صدق والله اهي باينه قدامنا. انا ما فصلتش الفيديو. احنا يا جماعه قلنا احنا يعني ونفس الاضاءه ونفس كل حاجه عشان هو بيظهر جدا في الكشمير وفي الزيت وفي البترولي ومنزلين كمان نفس الاضاءه. احنا ما عملناش حاجه. تمام النبيتي الجميل. بصي يا ست انا بحب النبيتيات. بحب الزيتيات. بصي جامده جدا في البيت ما شاء الله عليها. اللهم بارك يعني ما شاء الله عليها. ما شاء الله وغامق برضو. 1250 مع دواسه هديه. اي سجاده بتتعرض في الفيديو عليها دواسه هديه. تمام السعر اللي قدامنا دي 2 في 3 ب 1250 وقطعه محترمه جدا. بصوا شايفين الشغل حضرتك كان شايفاه فاتحه برضو. ده حقيقي. تمام هتبان معانا في الكاميرا برضو يا جماعه. احنا هدينا حيل اسلام النهارده والله. بص كده يا فندم بصوا حاجه ما شاء الله عليها جميلة جدا. لا سحر ولا شعوذة. تمام في البني بقى دي الرسمة دي جبارة. الرسمة دي حاجة ما شاء الله عليها. دي بقى زي طابلو كده. رسالة فلاور. بص بجد تحفة شكلها شياكة قوي. الاوف وايت مع درجات البيجيت مع البنيات كده تحفة حلوة قوي. 1250 اي قطعة في اللي شفناهم 2 في 3. انتيك فيه كمان يعني جبت لي كام ديزاين كده نفردهم. بكام السجاده دي عند كربة العدوي؟ اتفضل. مقاسها 160 في 2 متر ونص. تمام؟ السعر بتاعها 1200 جنيه وعليها الثانيه هديه. 1200 وعليها الثانيه هديه. يعني القطعه تقف ب 600. 600 جنيه عند كربة العدوي. بصوا خليت النحل عند كربة العدوي. وفي المربعات اللي زي دي. في دي شفنا شبهها حلو اللون ده. دي شفنا شبهها هناك. بصوا اللون ده. النبيتي مع درجات النحاسيات كده والجولد تحفه. بص الرسمه دي حاجه ايكيا وجمالها بقى الله. ننزلها لكم في تركيا يا جماعه. الاثنين ب 1200 ايكيا يا جماعه. اللي كان رسومات ايكيا ما يعرفش يجيبها غير من نساجون العدو النهارده نزلها لكم في التركي. نزلتها لكم في جميع الخامات من اول البرند المتوسط لحد اعلى فئات. تمام تمام مع حضرتك دي اسمها رسمة الفوانيس. الله دي زيتيات مستردة نبيتي بيج. بصوا الوان حلوة. بصي الجنزاري الرايق بقى. 600 جنيه. جنزاري مع رمادي. 600 جنيه يا جماعة. فاتح ورمادي غامق تحفة. النهاردة عروضنا هنكسر بيها الدنيا. احنا كسرنا بيها الدنيا باللي احنا بنعمله ده. احنا كده خلاص كسرنا. خليكم فاكرين الايراني سعره 200 250 300 عند كربة العدو النهاردة يا جماعة. خلينا سعر الايراني نفس سعر المصري. عرض 60 ب 200 جنيه، عرض 80 ب 250، عرض متر ب 300 جنيه. الحقونا يا جماعه قبل نفاذ الكميه. الحقونا قبل نفاذ الكميه. معاكم حبه الوان ما شاء الله عليها. نيجي بقى لشغل جديد مقاس اكبر. ده حضرتك اللي هو اللي 2 في 3. ده حاجه براند جديد نازل تركي. 2 في 3 يعني اكبر حاجه. يا فندم. لا احنا كان عندنا كنت لسه هقول لك. 2.5 في 3.5. ايوه اللي هناك ده كده 2.5 في 3.5. تمام ده حضرتك نزل عليها عرض بدل 1800 جنيه بيعها النهارده ب 850 جنيه. 850 2 في 3. اللهم بارك. ايه ده 850 جنيه. يلا نشوف الاشكال مع بعض. طبعا الخامه. بصوا الخامه باينه اهو. بص حضرتك طريه جدا. الصدره الكبيره اللي هو ال 2 في 3 اللي هي الصغيرة بتاعتها ب 600. ال 2 في 3 بتاعتها ب 850 يا جماعة. تمام تمام. بص حضرتك حاجة ما شاء الله عليها تحفة. ما شاء الله باينة. اللي هو الجنزاري في الكحلي في الجري في الأسود.
في مع حضرتك الكشمير في جري في احمر. في معاكي الكشمير في بيج. تمام. في مع حضرتك البيج في بني. تمام. حاجه ما شاء الله عليها. في معاكي النبيل في البيج في بني. احنا قلنا اسعار ب 850 جنيه. بنسى. 800 جنيه يا جماعه. تمام. ده على النهارده بخصم 60%. تمام. تركيا اصلي حاجه براند ما شاء الله عليها، جميله جدا. تمام. الفرامل بتاعتها يا جماعه حاجه يعني فخمه جدا. بسم الله ما شاء الله. 2 في 3 نازل عليها عرض ب 850 جنيه بس عند كربه العدوي. تمام. تمام. بص يا باشا الرسمه دي حاجه ما شاء الله عليها. اللهم بارك. حلوه. مقاس كبير. انت عايزه تحطي مقاس كبير وتحطي جنبه حته صغيره نفس الشكل موجود. بالظبط. دي مع حضرتك اللي بيتي بفني حاجه جميله. دي جميله. 850 جنيه السجاده. دي جميله ما شاء الله. العرض ده اللي هو كان عندنا قديم اللي كان في 3 ابو 700 جنيه، اللي هو واحده عليه الثانيه هديه ب 1400 جنيه. لا ما زال شغال يا جماعه، شغال معانا العرض. الدوله كلها عارفه ان الاسعار رفعت في 1/7. الدوله كلها عارفه ان الاسعار كلها هتغلى في 1/7. تمام. عند كربه العدو يا جماعه ما فيش الكلام ده، ان شاء الله عندنا الخصومات والعروض بتاعتنا دايما. تمام. في عرض اللي هو واحده وعليه الثانيه هديه ب 1400 جنيه 2 في 3 موجود يا جماعه. تمام ما شاء الله. في تمام. في حاجه زي كده ايكيا كبيره بقى. تمام. في معاكي اللي هي رسمه الفلاور. فلاور. 850 برضو. تمام. في مع حضرتك الكافيه 850 تحفه. في معاكي خليه النحل في الجري. حاجه ما شاء الله عليها شبه خليه النحل كده. بص الجنزاري دي شفنا الوان منها برضو جميله حاجه ما شاء الله عليها. ده اللي 2 في 3 اللي هو السعر 850 جنيه. في معاكي ده يا فندم اللي هو عرض الاثنين ب 1400 جنيه. تمام. ده عرض يا جماعه الاثنين في 3 واحده والثانيه هديه ب 1400 جنيه. بصوا عامله ازاي جميله جدا. كشمير كمان. وفي منه الوان ثانيه تحت هنوريها لكم يا جماعه. بصوا في معانا الموف دي ابو 850 جميله. في معانا النبيتي بتاعها. وفي معانا حاجه زي كده اللي هو عرض ورق الشجر دي تحفه، دي اللي ب 700. عرض الاثنين ب 1400. تمام. عرض ال 850، عرض ال 2400، ال 2400 يعني سعر القطع الاثنين في 3 700 جنيه يا جماعه عند كربه العدوي. حرير تركي. تمام. كام السجاده الاثنين في 3 عند العدوي ب 1400 جنيه وعليها الثانيه هديه، يعني هتكون بكام؟ ب 700 جنيه السجاده يا جماعه، السجاده هتقف عليك ب 700 جنيه ما شاء الله. البراند اللي هو السدره. براند سيدر. عايز اقول لكم كثافه عاليه تحفه ما شاء الله، حاجه محترمه جدا. حلوه عليها ما شاء الله. وادي الايكيا كشمير في جري. الوان ثانيه. ايوه. والموف المربعات. ايوه. والنبيت المربعات. النبيتي في البيجيت. وفي دي رسمه الشبابيك. الله دي حلوه. ما شاء الله. دي شبابيك وتايجر وفريزاتشي. حاجه ما شاء الله عليها جامده جدا. في منها الكافيه. وفي منها الموف في جري. دي جميله ما شاء الله. في معاكي ده عرض الاثنين ب 1400. تمام. حاجة ما شاء الله عليها. شفت الجنزاري دي جميلة. في عرض اللي هي القطعة 850 ما شاء الله. في عندي عرض كل ده يا جماعة، كل دي عروض اللي هو واحدة وعليه التانية هدية ب 1400 جنيه اللي هو الحرير التركي. يعني احنا لسه مكملين في العرض ده. لسه مكملين بإذن الله. عندنا كمان الجديد.